محمد صلاح بيسأل عن أنيميا الفول، وفي مصطفى عبده بيقول سؤال مهم: طرق تقوية جهاز المناعة مهمة اليومين دول. الكلام ده برافو، ده سؤالين حلوين جدا. طيب نختم بيهم بقى. نختم بيهم مع ان الجو حلو، يعني جو حلو جدا. أنيميا الفول، كل كرة حمراء عايزة طاقة، كل كرة حمراء، كرة الحمراء اللي هي كرة الدم الحمراء، ايوه ايوه، عايزة طاقة، طاقة تاخد اكسجين وتطلع سيلوز، عايزة طاقة. زي ما انا لما امشي عايز طاقة. الطاقة اللي جوه الكرة الحمراء جاية من مصدرين. 85% من الطاقة من تكسير الجلوكوز، زيها زي اي حاجة في الجسم. تاني انا بجيب طاقتي من الجلوكوز. لما يتحرق يديني طاقة، اللي هو الاكل بيتحول الى جلوكوز. جلوكوز يديني طاقة ومية وثاني اكسيد الكربون، ده لما يتحرق. السكر، فالخلية الحمراء زي اي حاجة، بس 85% بتكسر الجلوكوز تطلع منه طاقة. سليم، فاضل كام؟ 15%. 15% دي عند اللزوم. ما تشغلش السهم بتاع ال 15 الا عند اللزوم. ما هي اللزوم؟ تعرض لشيء محتاج اكسجين عالي جدا. جدا، حاجه مؤكسده جدا. او ما اشغل 15 انا شغلت 100%. يبقى الخليه الحمراء الطبيعيه بتاخد طاقتها 85% من تكسير الجلوكوز زي اي حاجه، وده ما فيهوش مشكله. فاضل 15% بقى ده عند اللزوم. ال 15% دول لهم انزيم معين. يعني حضرتك تخيل انا دلوقتي في ظرف انا عايز 100%، هقوم اخد ال 85 بتاع الجلوكوز واشغل 15 دول لاني محتاج ال 100%. في ناس اتولدت من غير الانزيم ده. يا سلام. من غير الانزيم، فما يقدرش يشغل الضلع ده. فاذا تعرضت الخليه الحمراء لشيء محتاج معاه السهمين هتبوظ الخليه. لانها مشغله سهم وسهم. لا مظبوط، وهو نادرا. طب ايه الحاجات اللي تخلي الخليه محتاجه انها تشغل السهمين؟ ادويه كتير جدا واكلات كتير جدا. هي الفول هو المشهور، لكن الفاصوليا البيضاء دعم النفس، واللوبيا بالزبط، والبندق، والفول السوداني، البقوليات كلها. لا والادويه، الاسبرين والصلفه، وفي ادويه للغده. ده يتفضح بقى الراجل ده. في واحده قريبتنا تليفون الحقني الواد بيموت. انا ما بروحش بيوت خالص يعني، بس دي قريبتي. طبعا رحت لقيت طفل سنه 4 سنين لاول مره في حياته ياكل فول. سنه 4 سنين طبعا انتهى. خدناه على المستشفى ونقلنا دم وكل حاجة. المفروض بقى لما الأم بتتعلم تلاقي الهيموجلوبين ابتدى يطلع. فأنا رحت عملت له تحليل، بعد شهر ونص لقيت الهيموجلوبين كما هو. قلت له أنت بتاكلي فول؟ أنا اتجننت، أنا متعلمة، أنا معايا ليسانس آداب، أنا مش عارف إيه، كلام كبير كده. يا ستي راجعي نفسك، الهيموجلوبين ما بيطلعش، ده معلق عند 4 و5 بالكتير. طب في المدرسة جايز بياكل طب الشوكولاتة فيها بندق؟ ده أنا محرجة على الشر. رايح لهم مرة زيارة عادية كده، شميت ريحة فول. فبقول لها أهو الواد بياكل فول. قالت لي لا أنا بدمس فول في البيت بس ما بأكلوش، بس ما بياكل من ريحة، إحنا بناكل منه. فرحت للدكتور صفوت شكري رحمة الله عليه. طبعا أستاذ كبير عملاق الأطفال. طبعا بقول له ريحة الفول تكسر؟ قال لي هو انت ما كنتش تعرف؟ هذه معروفه. كسفني. بطلت تدمس في البيت، الهيموجلوبين بقى 13. يا سلام، هذا حاجات صغيره لكنها تفرق. انيميا الفول طبعا انيميا وراثيه، بتيجي في الولاد بس، ما تجيش في البنات لانها مرتبطه بالجنس، هل هو ولد ولا بنت. وانيميا سخيفه جدا، بس تشخيصها سهل. هاخد تشخيصها سهل ومقدور عليها. مقدور عليها، وهاخد الكرات الحمراء ابعتها للمعمل اقول له شوف الانزيم ده موجود ولا لا. هيقول لي لا ده الانزيم ده ناقص. ناقص، الراجل ده ما يقربش ناحيه الليسته اللي احنا كاتبينها.
طيب تقوية جهاز المناعة بقى في مفيش حاجة اسمها تقوية جهاز المناعة. خلص مفيش حاجة. ياكل فاكهة كتير وينام كفاية. جهاز المناعة يا أستاذ محمود سر من أسرار الله إلى هذه اللحظة. إلى هذه اللحظة سر من أسرار الله. ياكل فاكهة كتير، فيتامين سي، فيتامين إي، خضار، فيتامينز كلها لا علاقة قوية بالمناعة. الخضار عشان فيه فيتامينز، وينام كفاية، ما يدخنش، ما ياخدش مخدرات، كل ده بتنسف الجهاز المناعي. شكرك دكتور حسن، الله يحفظك. شرفتنا وأنستنا ونورتنا.